شايف جوميز مع نادي الزمالك ماشي بشكل كويس ولا نادي الزمالك يرجع امتى تاني يحقق بطولات؟ بص، هو نادي الزمالك طبعا الكيد دي مشكلة خلينا نتكلم فيها بصفة كبيرة، والمشاكل اللي في نادي الزمالك او الديون اللي على واللعيبة نادي الزمالك. طبعا طبعا كبيرة جدا جدا، ولكن احنا عندنا كنز برضو، عندنا لعيبة كويسة قوي 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 في قطاع، ولعيبة واخرهم محمد السيد، في اكتر من لعيبة انا مش عايز انسى حد، مع الوقت هيكونوا كويسين، الشناوي حارس المرمى، مش عايز انسى حد، عندك كنز، بس انت الموهبة اللي عندك دي تحت، وانت عندك ديون وعندك مشاكل لازم تلاقي لها حل، استغلها. أي. حلها ان انت لازم تروح من دلوقتي عشان ما تفضلش تفكر فوق بس، لا فكر في اللي تحت. هتفكر فوق بس هتفضل زي ما انت، فكر في اللي تحت، انك ازاي تاخد القطاع الناشئين ده بالملاعب اللي مش حلوه دي وتوديه النادي اكتوبر تعمله بسرعه، وتوديه لان هو ده الحل بتاعك، وحل سريع وحل قوي، عشان تطلع 3 4 ناشئين كل سنه يساعدوك.